عارفه حضرتك دبلوماسي في ردودك، بس انا اسئلتي مش هتبقى دبلوماسيه. لا مش دبلوماسي والله ابدا. معلش جاوبني في اللي جاي ده كابتن محمود. افضل ثلاث، حط لي ثلاثه بس لاعبين حتى الان يعني في المنتخب، وجهه نظر حضرتك. في المنتخب؟ اه. لا خلاف على محمد صلاح طبعا. انا مش عايزه المحترفين لان ممكن نخرجهم بره شويه، انا عايزه من الموجودين عندنا او اكتر ثلاثه من وجهه نظر حضرتك. في الدفاع هنقدر نقول محمود الونش واحمد حجازي برضو. في الوسط عمرو السولية وصل لمرحله كويسه. في الهجوم محمد شريف ما فيش شك، يعني لو استبعدنا اللعيبه المحترفه. تمام. السولية عمل شغل جامد في اللقاء الاخير. اه يعني لقطه كده كانت غير مسبوقه وناس كتير جدا وقفوا عندها بالظبط. هو اللعيب دايما بيستمر، بيجي مرحله بقى بيوصل لافضل مستوى ممكن يوصل، النضج الكامل يعني. بالظبط. يعني في ناس بقى بتحللها بتقول مثلا من 23 سنه ل 28 سنه بتبقى دي افضل. بس انا شايف ال 23 لا زال عندك وقت برضه ترتفع بالمستوى طبعا نتيجه الخبرات اللي بتاخدها. يعني انا يعني اقدر اقول ال 28 سنه دي يمكن بيمثل القمة في، لو حللنا المستويات المختلفه يعني ده بالتقريب يعني. وبعد كده بيفضل في فتره ثبات مستوى ممكن من 28 ل 32 33، في فروق فرديه برضو. بعد كده طبعا مع عوامل السن بتبدا كيرف بينزل. فانا يعني بعتقد ان السوليه وصل لافضل مستوى ليه، ونتمنى يكون ده مش افضل مستوى ليه، نتمنى يكون في مساحه لسه قدام تاني يقدر يوصل لها. حلو جدا.